Kanka sabah size açtık yine. والله احس من زمان نسيت اصور نسيت كيف ابدا. الحمد لله ابو ناصر رجع الفلقات. انا من عشاق الناس اللي يحب يجرب اي شيء جديد واحب السفر، اعشق شيء اسمه سفر. بس الوقت احب اوثق لحظاتي. السبب الاول شيء لنفسي، انا احب اوثق ايامي بعدين اشوفها، احب اشارك اي شيء اسويه مع الناس. المهم ما علينا، رايح بقابل عموري خوي في الابتعاث، في اكتيفيتي عنده الرجال بيسويه هنا. طبعا كنا نتزلج في بورتلاند في امريكا في الجبل هناك، لان عندهم ثلج، لان ما عنده ثلج. فسوى الرجال راح شرى ساند بورد، مو بسنو بورد، ساند بورد حقه تزلج على الرمال، هذه البورد نفسها اللوح شراها على حق رمل. تجربة جديدة صراحة، فقلت أصور فلوق كذا صغير وفي نفس الوقت نسوي براكتس كيف نرجع مرة ثانية لأنه والله الأمانة نسيت كيف أصور، نسيت كيف أبدأ، كيف مقدمة. سبحان الله الواحد يتعود على الشيء وسحب عليه يبدأ كذا يأخذ وقت عشان يرجع له. نشوفكم إن شاء الله هناك. عموري صباح الخير. هلا بالبلوك. هلا وسهلا. يلا حيا شو الاخبار؟ طيبين عموري مدير الاكتيفيتيز في بورتلاند في السعوديه، ما يحتاج كل مكان ما يجلس. طيب شكله من ام الغالي. سيارة شوي قديمة بس اهم شيء ستاند بورد جديد. اصبر شاي لين نوصل. يا حبيبي المخ ما حيضبط الا مع الكافيين. ما شاء الله والله الاجواء نحظنا اليوم امطار. والله احس ما راح ينفع البورد مع المطر. بوسط المطر اتوقع ما ينفع. اذا نشف التراب اتوقع انه بينشف يعني ما ينشف. والله لو انه شيت ترى رمل. ان شاء الله. يلا جاهز. ما شاء الله شكلنا بنروح هناك نلاقي وادي ساند بورد اجل ووتر بورد. بس والله الجو يستاهل صراحه. عموري توقع يسولف علمني كلمه جديده، يقول لي شمنقة حبش. يقول الوضع هناك شمنقة حبش. تماما. وش معنى شمنقة حبش؟ شمنقة حبش يعني سلطه، يعني كذا كل واحد على كيف. ما في نوروز. هذا فلوق يسميه شمنقة حبش. شو سوي الحين عموري؟ كم تبى؟ دقيقة ونص ولا دقيقتين؟ والله ما ادري يعني سيارتك. الناس بالكاميرات الحين. طب اسمع خلنا نجرب دقيقة ونص بعدين نشوف كيف. يلا جرب. والله حر. يلا واحد اثنين ثلاث. الحمد لله هنا ما في لا طين ولا مطر ولا. لا الامور طيبة. شوف شوف هذاك صقر ولا ايش؟ والله؟ اي والله. جبت سان سكرين؟ لا. ولا انا؟ والله بننشوي. هنا تبدأ الرحلة. تبدأ الرحلة الحين. اسمع. اسمع. طيب شوف أنا صراحة أمشي بذي دائما نورث إيست ساوث ويست. إذا ضعنا في أي وقت شارع نورث. أول شيء بنشبك دبل الخبير. الله الدنيا. ايوه كنا في الثلج كنا في البر. طبعا الوضع يبي له واكس زياده عشان يصير اسرع. انتبه من النزله. شوف من اللي بطلعك الحين؟ والله لو تموت ما حد جاك هنا. لا ربك بس ان شاء الله. فرجت الحمد لله. يا اوكي
والله لو يموت الميت هنا ما حد درى عنك، لكن تجربة حلوة، تجربة حلوة. كابو مشاري بناصر تعبر امل. كفو والله كفو، شايف الفتنس بسرعة ما شاء الله طلعت. طبعا بتسوي الرياضة هذه جيب معك اكل، بتجوع جوع. طبعا الوضع انزل انت خويك انزل عشان تاخذ الطلعة فوق الثاني. الحين وقت البخاري والله يجوع. احلى اكله الحين هذه بتصير يا الله. والله الدجاجة هاي ذبان، ضبطنا الشاهي يلا. سلام عليك. سلام جولد. ايش ذبان عرسك يا نورك اسود بترول من جد. شاهي بترول والله مع الكبسه هذه اللي قبل شوي ان شاء الله صحصح بس والله طالع استغفر الله الوان مشقلب. والله مزبوط. عد المزاجي الحين عجبك الصندوق ها؟ اول ما يبغى يركب الصندوق والله ناقصها بس زوجتك هنا خلاص. ايش جابك معي يا اخوي؟ شايف كيف؟ والله معنا الطلعة جت سريعة لكن حلوة جميلة والله استمتعنا والله. طلعها كذا زوجتك طلعها كذا زوجت اي ان شاء الله. مين يسوق هي انت ولا هي؟ علمها. طب سنوبورد كله علمها كل شيء، اي شيء انا قاعد اتعلمه بعلمه زوجتي ان شاء الله. كفو ما شاء الله. لكن شاي في الراس والله في الراس. الله ننهي الفلوج هنا يلا ولا هنا باي باي. وصلنا وياكم لنهايه اليوم. لا لا صورنا كذا نهايه مع بعض صراحه والله استمتعت. شكرا والله عمودي والله شكرا والله. دق علي كذا فجاه قال لي بكره من امس الليل ايش رايك قبل ما انام بساعه والله دق علي قلت له خلاص تم يلا. لكن والله الرحله كانت حلوه وجميله جربنا شيء جديد بس تعلمنا شيئين ايش لازم جبل اعلى دباب 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 عشان يطلعك لأن السيارة ممكن ما تطلع اي صح عشان لأنه إذا نزلت مرة صعب إنك تطلع مرة ثانية مرة تعب تعب اللي يبيلك لياقة حتى اللي عنده لياقة بيتعب لكن حلو الواحد يتعلم من أغلاطه المرة الجاية يعدلها إن شاء الله إن شاء الله. خلاص وصلنا وياكم نهاية فلوج نشوفكم في جديد إن شاء الله باي باي. الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه.